بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نظرا لأهمية موضوع الإمامة في القرآن الكريم ولدور هذا الموضوع وضرورته في الأبحاث العقائدية والإيمانية، يبدأ برنامج مطارحات في العقيدة دورته الجديدة تحت عنوان هل إن الإمامة أصل قرآني، وذلك بحضور سماحة آية الله السيد كمال الحيدري لبحث هذا الموضوع المهم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. مرحبا بكم دكتور، أهلا ومرحبا، حياكم الله. الله يحفظكم سماحة السيد. إن شاء الله تعالى برنامج مطارحات في العقيدة يعود مرة أخرى ومن جديد إلى المشاهدين الكرام وبحضور سماحتكم ولبحث موضوع مهم ومن الموضوعات الملحة، وهناك إثارات عديدة كثيرة وكثيرة. أحسنتم، هل إن الإمامة أصل قرآني؟ إذن لماذا طرح مثل هذا الموضوع مثل هذه التساؤلات، وأين تكمن أهميته وضرورته؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه أعتقد بأن هذه المسألة وهي مسألة الإمامة في القرآن والإمامة في الإسلام والإمامة في النظرية القرآنية عموما في المنظومة العقدية التي أسس لها القرآن الكريم، وقع هناك اختلاف كبير واختلاف شديد. نعم، بأنه أساسا هذه القضية وهي مسألة الإمامة،
هل تعد ركنا عقديا وإيمانيا أو أنها ليست كذلك؟ نعم. وليست هذه المسألة وليدة هذا اليوم حتى نتصور بأنه تطرح في مثل هذه الأيام، وإنما هي موجودة بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله طرح هذا العنوان وهذه المسألة للبحث، وهو هل أن الإمامة أصل من الأصول الإيمانية والقرآنية والعقدية أو أنها ليست كذلك؟ وحيث أن هناك مدرسة كبيرة من المسلمين، من مدارس المسلمين، ذهبت إلى أن الإمامة تعد ركنا من أركان العقيدة وأصلا من الأصول الإيمانية التي أسس لها القرآن قبل الحديث النبوي وقبل الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا أنا أتصور بأنه وجدت من الضروري أن نقف قليلا عند البعد القرآني لهذه المسألة، لا البعد الذي يرتبط بالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم، وإن كان قد نستشهد ببعض هذه الروايات، ولكنه أحاول إن شاء الله تعالى في هذا البحث الذي سنبدأه إن شاء الله تعالى من هذه الليلة، هو أنه نقف على الرؤية القرآنية لمسألة الإمامة، محاولين بقدر الإمكان أن نستكشف هذه الرؤية من خلال نفس المنظومة القرآنية، لا من خلال الروايات، لا من خلال النصوص الروائية التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، وإن كانت تلك النصوص سوف تكون هي المصباح، هي النور الذي نهتدي به لفهم المضمون القرآني. يعني أنا أعتقد إن شاء الله تعالى كما سنقف عليه لاحقا أن المنهج القرآني يقوم على هذا الأساس، وهو أن الحقائق القرآنية يمكن استنتاجها قرآنيا، ولكن نحتاج إلى من يوجهنا، يحتاج إلى من يرشدنا، نحتاج إلى من يوجه السهم إلى نقطة معينة يقول ابحثوا في هذه النقطة، في هذه النكتة، أو في هذا المضمون، وتصلوا إلى النتيجة. إذن أنا أعتقد قد يقول المشاهد الكريم أنه سيدنا أنتم في الأبحاث السابقة لعله سنتين أو ثلاث طرحتم بحث الإمامة. نعم أنا عرفت لمسائل الإمامة، ولكن أولا لكثرة التساؤلات التي طرحت في خصوصا في الآونة الأخيرة، من خلال الكتابات، من خلال الفضائيات، من خلال الأسئلة. وبالضرورة أنا لا أعتقد أن كل هذه الأسئلة أسئلة مغرضة، لا، ليست بالضرورة ذلك، وإنما بعض هذه الأسئلة أسئلة تبحث عن حقيقة، تبحث عن إجابة واقعية لها، وهذا ما نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وفي الحلقات اللاحقة أن نقف عند ذلك. إذن أنا أعتقد ضرورة هذه المسألة تكمن في هذه الجهة، وهو أن هناك مدرسة كبيرة من مدارس المسلمين واتجاه أساسي من الاتجاهات الإسلامية اعتقدت بأن الإمامة تعد أصلا من الأصول الإيمانية وأصل من الأصول العقدية، وأن الإمامة ركن من الأركان التي عرض لها القرآن قبل أن يبينها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وقبل أن يفصل الحديث عنها الإمام أمير المؤمنين وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إذا كان الأمر كذلك، إذن أنا أتصور أننا كأننا نريد أن نبحث نريد أن نبدأ بحثا قرآنيا قبل أن نبحث بحثا يرتبط بالنصوص الواردة في هذا الحديث. أحسنتم كثيرا. إذن الآن المفهوم من كلامكم أن المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قد انقسموا على مدرستين. أحسنت. مدرسة ترى أن الإمامة أصل قرآني، نعم، وهي ركن أساس من أركان الدين، نعم، ومن أركان الإيمان، على حد النبوة، على حد التوحيد. طبعا كل هذه متفرعات التوحيد، فليكن المشاهد الكريم على بينة من هذه القضية. نحن عندما نقول أن الإمامة أصل من الأصول العقدية
لا يتبادر إلى ذهن أحد، أو يحاول مع الأسف أن البعض يستفيد، يقول إذن أهل أن مدرسة أهل البيت يعتقدون أن الإمامة على تساوي التوحيد، أو أنها مرتبتها مرتبة التوحيد. لا يا أخي أبدا، لا يوجد أحد من أتباع مدرسة أهل البيت. الإيمان بها قد يكون كالإيمان بالتوحيد. نعم الإيمان، وهي من فروع التوحيد، يعني كلها هذه شعب وفروع التوحيد. أصل الأصول العقدية هو التوحيد، ونحن إنما اعتقدنا بالإمامة، اعتقدنا بهذه الأصول العقدية لأننا وجدنا أنها هي من النتائج الأساسية للفهم الذي نعرفه عن التوحيد، ولما قرأناه ولما فهمناه من التوحيد القرآني، وجدنا أن التوحيد القرآني هو يهدينا إلى النبوة، هو يهدينا إلى الإمامة، هو يهدينا إلى العدل، هو يهدينا إلى المعاد. أصل الأصول العقدية هو التوحيد، ولكن كما تفضلتم من الناحية الإيمانية، كما ينبغي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبتوحيده وبعدله وبصفاته وبأسمائه، كذلك ينبغي الإيمان بالنبوات والرسالات والرسل جميعا، كذلك ينبغي الإيمان بهذا الأصل القرآني. أرجع وأقول، لا يأتي مباشرة أحد ويقول لنا الإيمان بأئمة أهل البيت. نعم نحن نعتقد بأئمة أهل بأن أهل البيت أئمة، ولكنه الحديث هنا الآن نريد أن نبدأ أصل الإمامة. الأصل الإمامة في القرآن، هل أن الإمامة أصل قرآني؟ هل أن القرآن عرض لهذا الأصل أم لم يعرض لهذا؟ أحسنتم. إذن هنا فريق من المسلمين اتجه هذا الاتجاه الأول، ورأى أن الإمامة أصل قرآني، وهي ينبغي الإيمان بها كما ينبغي الإيمان بالنبوة بالتوحيد بسائر الأمور الأصول العقدية. نعم. وهناك فريق آخر الملاحظ من كلامكم أنه لا، ما نظر إلى الإمامة على أنها أصل قرآني. إذن ما الفرق بين أحسنتم، ولذا جعلها من فروع الدين وكما سأبين. أحسنتم. يعني جعلها مسألة فقهية. أحسنتم. إذن هناك مدرستان. نعم. كيف تفصل القول في الفرق الأساس بين والرئيس بين هاتين المدرستين، بين هذين الاتجاهين الأساسيين في الإسلام؟ نعم. وهذان الاتجاهان إنما وجدا بعد رسول الله. طبعا أنا عندما أقول أن هذين الاتجاهين وجدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يتبادر أحد أنه إذن كانت قضية سياسية استحدثت بعد رسول الله. لا 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 أبدا، وإنما أريد أقول تبلور هذا الخلاف، تبلور هذا النزاع، اتضح هذا النزاع بعد ذهاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما الرسول فقد عينه وإلا جذور هذه المسألة، حقيقة هذه المسألة، أساس هذه المسألة إنما هي أين؟ في البيان القرآني وفي بيانات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن أيضا المشاهد الكريم بيودي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، عندما أقول بعد رسول الله لا يتبادر إلى ذهن أحد كما يحاول البعض أن يصور أن قضية الإمامة قضية سياسية. أبدا أبدا أبدا، ليس هذا اعتقادنا في الإمامة. الإمامة من ثمراتها النزاع السياسي، وإلا لها جذور ولها أسس ولها بناءات هي أساس كل هذه النتائج التي من نتائجها مسألة ماذا؟ مسألة الإمامة السياسية والخلافة السياسية. إذن النزاع حول الإمامة ليس نزاعا سياسيا وليس نزاعا تاريخيا. البعض يريد أن يصور القضية أن الإمامة قضية مرتبطة بعمق التاريخ. إذن فلنترك التاريخ لحاله، ولنترك الخلافات التي وقعت في صدر الإسلام، ونجعل الحكم فيها هو الله سبحانه وتعالى، هو يحكم بين عباده وبين صحابة رسول الله يوم القيامة، وما بالنا نشغل أنفسنا بمثل هذه القضية. نعم أنا معكم، إذا كانت قضية الإمامة هي قضية سياسية أو قضية تاريخية، الحق مع هذه الدعوة أنه فلنتركها جانبا. ولكن ادعاؤنا، مدعى مدرسة أهل البيت، أن مسألة الإمامة مسألة إيمانية، مسألة عقدية، يعني إذا أردت أن أتكلم بلغة الإصطلاح، مسألة مرتبطة بمسائل علم الكلام، ومسائل علم الكلام ترتبط بالبعد الإيماني في الإنسان المسلم، لأنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبين أن هناك بعدين أساسيين في المعارف الدينية، بعد يرتبط
بالإيمان، يعني المطلوب منه الإيمان، يعني مرتبط بالجوانح للجوارح، مرتبط بالقلب بعقد القلب. نعم. وبعد يرتبط بالبعد العملي، يرتبط بالبعد التطبيقي التنفيذي الإجرائي، عبر ما شئت. نعم. هذا الذي يصطلح عليه بأصول الدين وفروع الدين، اللي هو أنا لا أرغب في هذا الإصطلاح. طيب. كما سأبين. نعم. إذن القضية قضية إيمانية، قضية عقدية، قضية كلامية. وأيضا هنا أيضا قد يتبادر إلى الذهن عندما نقول قضية كلامية، قد يقال أنه في التاريخ الإسلامي هناك كثير من المسائل الكلامية طرحت وانتهى دورها، فلماذا أنتم تبحثونها من جديد؟ افترضوا مسألة خلق القرآن، هل أن القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه طرحت والآن تجاوزها الزمن، في زمان لا يوجد مثل هذا البحث. الجواب كلا وألف كلا، مسألة الإمامة ليست من مسائل من قبيل أن كلام الله مخلوق أو لا. مسألة الإمامة كما نعتقدها نحن أتباع مدرسة أهل البيت، نعتقد أنها مسألة إيمانية مستمرة، وأنها تعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة الإيمانية والعقدية لمدرسة أهل البيت. طيب. إذن من هنا واقعا. نعم. إذا اتضحت هذه النقطة لابد أن نعرف الفرق الأساس. أنا أتصور من خلال هذه المقدمة المختصرة استطعنا أن نذكر الفرق الأساس. نعم. وهو أن المدرسة الأخرى هي لا تعتقد أن الإمامة تعد ركنا. نعم. من أركان المنظومة الإيمانية والعقدية في القرآن. طيب. نحن أتباع مدرسة أهل البيت، ومدرسة أهل البيت بتعليم من القرآن الكريم، نعتقد أن الإمامة. نعم. تعد ركن من أركان الإيمان. السؤال الأساس الذي تفضلتم فيه وهو سؤال أساس، ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ يعني افترضوا جاء شخص قال أنتم آمنتم بأنها قضية عقدية، وآخر قال ليست عقدية، ما هي الثمرة إن صح التعبير، الثمرة العملية المترتبة على هذا الخلاف وهذا النزاع المرتبط بهذه القضية. نعم. الإيمانية والعقدية؟ في الواقع لكي يتضح دور هذا النزاع العقدي والإيماني في مجالات في كل معارف الدين، أنا أحتاج إلى ذكر مقدمة إذا تسمحون في هذا المجال. تفضلوا. المقدمة تبدأ من هذه النقطة، وهو أن هناك على مر التاريخ حاول البعض، هسه إما عن قصد أو عن غير قصد. نعم. وأيضا نحن وقعنا في هذه الدعوة لعلنا من عن علم أو عن غير علم، وهو أنه عندما جاءوا ليسموا مدرسة أهل البيت سموا مدرسة أهل البيت أتباع أئمة أهل البيت. أما عندما جاءوا إلى الاتجاه الآخر الذي لا يؤمن بالإمامة كركن العقائدي سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة. هذه التسمية، الآن أنا أتكلم في التسمية والآثار المترتب. هذه التسمية توحي للإنسان ولو إيحاء غير ملتفت إليه، وهو أن أتباع مدرسة أهل البيت استبدلوا السنة النبوية بسنة من؟ أهل البيت. بسنة أهل البيت. نعم. وأنا أتصور واحدة من الإثارات الأساسية التي تطرح في مثل هذه الأزمنة هذه القضية، وهي أن الاتجاه الآخر ذهب إلى من؟ ذهب إلى النبي، فأخذ يعمل بسنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وسموا أنفسهم بماذا؟ بأهل السنة، أهل سنة رسول الله. أحسنتم. واضح من مرادهم السنة، طبعا هذا الظاهر ماله، وإلا أنا في قناعتي السنة التي يقولونها سنة أخرى، سأبين هذه سنة الصحابة وليست سنة رسول الله، أبينها بعد ذلك. أما عندما نقول شيعة علي أو أتباع مدرسة أهل البيت، كأنه ذهبوا إلى سنة من؟ ذهبوا البيت. إلى سنة علي وأهل بيته، وكأن لأهل البيت سنة أخرى، فكأن هناك فالتقابل بين سنة النبي وسنة من؟ وسنة علي وأهل بيته.
الآن لو هذه القضية تطرح على أي إنسان متعارف على أي إنسان مسلم، نعم، تقول له بأنه نحن توجد عندنا سنة هي سنة من؟ هي سنة رسول الله، وعندنا سنة هي سنة من؟ هي سنة علي وأهل بيته، فالأولى أن نعمل بأي سنة، بهذه السنة أو بهذه السنة. أنا لا أتصور أن إنسانا عاقلا أن مسلما يقول نقدم سنة علي وأهل بيته على سنة من؟ على سنة رسول الله. نعم. طبعا هذه كانت المحاولة التاريخية، والآن لست بصدد مناشئ هذه المحاولات لإقصاء أهل البيت عن الأدوار الأساسية التي رسمت. نعم، سيد أبو خلدون يقول وشذ مذهب أهل البيت. أحسنتم، هذه شوفوا التفتوا واقعا. أنا عندما بينت هذا التحليل، عندما نرجع إلى الكلمات نجد بلي هناك محاولة أن يبينوا أن مدرسة أهل البيت مدرسة ماذا؟ خرجت عن سنة رسول الله. مو فقط خرجت، وإنما كأنها متفرعة فتفرع جانبي، مو أنها هي التي تمثل السنة الحقيقية، هي التي تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي الأحوال الآن أنا ما أريد أدخل، قلت لكم في العوامل التي أدت إلى ذلك. أنا أتصور كل هذه التسميات وكل هذه الأعمال وكل هذه التحليلات إنما كانت قائمة على أساس إقصاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الدور الذي رسمه لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نعم، وبينته الآيات المباركة. المهم، إذا كان الأمر كذلك، إذن أنا أتصور أن هذه المسألة العقدية التي طرحتها وهي مسألة الإمامة آثارها سوف تظهر هنا، آثارها سوف تظهر في هذه القضية. وتوضيح ذلك أنه لا كلام عند أحد من المسلمين فضلا عن علماء المسلمين، لا إشكال ولا شبهة أن علماء المسلمين اتفقت كلمتهم على ذلك، لا يوجد مخالف في هذه القضية التي سأذكرها، وهي أن المرجعية الأولى، نعم، لفهم الدين وللوقوف على معارف الدين وللسير على نهج الدين، أن المرجعية الأولى هي ماذا؟ هي القرآن الكريم. نعم. وعندما أقول مرجعية أولى لا يتبادر إلى ذهن أحد إذن توجد مرجعية ثانية والثالثة ورابعة، هذه هي المرجعية الأولى والأخيرة. أحسن. لفهم ماذا؟ نعم. لفهم الدين ولفهم معارف الدين ولسير على نهج مع الدين. واقعا لا طريق لنا إلا ماذا؟ نعم. إلا كتاب الله. المرجعيات الأخرى موضحة ومفسرة. نعم. وهذه أريد أصل إليها، نعم، لأنه إحنا عندما قد يتبادر إلى ذهن أحد عندما نقول المرجعية الأولى إذن نريد أن نضع إلى جنبها ماذا؟ نعم. مرجعية ثانية، مرجعية ثالثة، ليس الأمر كذلك. المرجعية هسه لا يقول لنا قائل سيدنا إذن ماذا تقول في حديث الثقلين؟ ما إن تمسكتم بهما، يعني كتاب الله والعترة، لن تضلوا. بعد ذلك عندما أأتي على هذا التحليل الذي أقدمه سيتضح حديث الثقلين ومحتوى ودور العترة بالنسبة إلى الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم. فيما يتعلق بهذه القضية، أنا عندما راجعت الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعن الإمام أمير المؤمنين بالخصوص باعتبار أنه هو إمام الأئمة، هو رأس الأئمة، هو ابتداء حقيقة هذا الأساس الذي أسسه القرآن، وجدت أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة أن المرجعية الأولى والأخيرة من؟ القرآن. هي القرآن الكريم. أنا إذا أكو وقت أقرأ روايتين أو ثلاث في هذا المجال. تفضل. الرواية الأولى واردة في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 598، والرواية طويلة الذيل ولكنه بقدر ما يسع الوقت أنا أحاول أن أقف عندها. الرواية واردة في كما قلت في أصول الكافي، نعم، الحديث الكتاب فضل القرآن الحديث الثاني. الرواية عن الإمام الصادق قال قال رسول الله، إذن الحديث النص لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال أيها الناس إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع، نعم، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعدوا الجهاز لبعد المجاز. قال فقام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله وما دار الهدنة؟ قال دار بلاغ وانقطاع، محل الشاهد هذه الجملة،
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. أحسنت. نص واضح، لا يوجد بجنبه أهل البيت مرجعية أخرى، ما أدري صحاب، أبدا أبدا لا يوجد، فقط عليكم ماذا؟ بالقرآن. عليكم بالقرآن، فعليكم بالقرآن. وأنا بودي أن المشاهد الكريم ينتظر معي ليقول لنا قائل من الآن، إذن هؤلاء يريدون أن ينفوا دور السنة ودور أهل البيت وهذا خلاف، لا 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 لا، ينتظرني المشاهد الكريم شيئا فشيئا. وأرجو واقعا من المشاهد الكريم أن يتابع هذه الحلقات. أنا مرارا وتكرارا ذكرت للمشاهدين الأعزاء والأكارم، قلت لهم بأن هذه الأبحاث عموما الأبحاث التي أطرحها أطرحها ضمن منظومة متسلسلة، لا يمكن لأحد أن يقف على كل الفكرة إلا من خلال الحلقات جميعا إن شاء الله. حلقة تعالى. واحدة لا تكفي. نعم. جيد. قال فعليكم بالقرآن فإنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أحسنتم. نعم. صريح النص صريح. نعم. ثم قال وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل إلى أن قال ظاهره أنيق وباطنه. نعم. عميق إلى آخر. إذن سمح سيد بعد الفاصل أعود إليكم إن شاء الله لمواصلة البحث. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم. نجد الأمين وطني هنا وطني هنا أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا أرحب نطاها المصطفى في مشهد فوق السمك يا صيف اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا أحييكم وأحيي باسمكم سماحة السيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد. الله حياكم الله. مشاهدينا الكرام بعد ربع ساعة من الآن إن شاء الله تعالى بإمكانكم الاتصال وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لسماحة السيد. إذن سماحة السيد أعود إليكم ولمواصلة الحديث فيما توقفتم عنده من أن الفارق. القرآن. نعم. هو المرجعية الأولى. نعم. بل والمرجعية الأخيرة، وأنه ما من حقيقة مرتبطة بالدين وبالشريعة إلا والقرآن يشتمل عليها. هسه إما اشتمالا إجماليا يحتاج إلى بيان وتفصيل من النبي. نعم. وإما بيانا تفصيليا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. من شيء. نعم. أحسنتم، تبيانا لكل شيء. نعم. كل شيء نحن نعتقد بحري أنه هو الكتاب الأساسي الذي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالائتمار به. انظروا إلى هذا النص الثاني للإمام أمير المؤمنين الذي هو يصب في نفس الاتجاه الذي ذكره رسول الله وبينه رسول الله. قال واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا، التفتوا، بودي أن المشاهد الكريم أولئك الذين يقولون أن أتباع مدرسة أن أهل البيت أن أتباع علي أن شيعة علي تركوا القرآن وذهبوا لمن؟ وذهبوا إلى الحديث وذهبوا إلى سنة الأئمة إلى روايات الأئمة. انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه هو الذي أسس هذا الأساس، وهو أن القرآن هو المرجعية الأولى والأخيرة. نعم. للإنسان. قال واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة. واقعا لا يوجد أي فقر. الإنسان إذا كان واجدا للقرآن بعد يوجد فيه فقر أو لا يوجد؟ لا يوجد أي فقر ولا لأحد، التفتوا جيدا،
ولا لأحد قبل القرآن من غنى. الإنسان إذا أراد أن يجعل القرآن جانبا ها فهو لا يكون غنيا، يعيش الفقر ويعيش الفاقة. طبعا مو يعيش الفقر المادي، نعم قد يكون من آثار الفقر المادي، ولكن الفقر والفاقة العقدية الإيمانية المعرفية، لأن القرآن اشتمل على كل المعارف الأساسية. وبعد ذلك سيبين الإمام أمير المؤمنين هذه الحقيقة. قال: فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، إلى أن يقول: فإنه يأتي يوم القيامة ينادي مناد يوم القيامة، ألا إن كل حارث مبتلى في حرفه وعاقبة عمله غير حرفة القرآن، فكونوا من حرفته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. إذن هو المرجع، هو الذي لابد أن تعرض عليه الآراء والأفكار والاعتقادات والروايات والأحاديث والصحابة وبيانات الأئمة، كلها تعرض على ماذا؟ على القرآن. تعرض على القرآن. أحسنت. إذن القرآن هو ماذا؟ هو الأصل، وهو الفيصل، وهو الفيصل في هذا المجال. ولذا الروايات أكدت هذه الحقيقة بأنه هو الفصل، هو قول إنه لقول فصل، إنه لقول فصل. هذه الرواية. رواية ثانية أيضا وأكتفي وقعا، وهي الخطبة. طبعا هذه كانت في الخطبة 176 من خطب نهج البلاغة بحسب تقسيم الدكتور صبحي صالح. الرواية الثانية أو الخطبة الثانية في النهج قال: ثم أنزل عليك الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، إلى آخره. الرواية طويلة الذيل والوقت لا يسع أنه أقرأ، أقف عندها. إذن المرجعية الأولى عندنا هي مرجعية ماذا؟ القرآن. هي مرجعية القرآن، جيد جدا. سؤال هنا وقعا، السؤال الأساسي الذي يطرح في المقام، يعني أنه لا يوجد أي دور النبي صلى الله عليه وآله في فهم القرآن لتبين للناس؟ نعم. أحسنتم جزاكم الله خيرا. نفس هذا القرآن دلنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. أرشدنا، قال: اذهبوا إلى من؟ إذا أردتم أن تفهموا شيئا من القرآن، معارف القرآن. مو لأن القرآن لا توجد فيه المعارف فيصير النبي مرجعية ثانية إلى جنب القرآن. بعبارة أخرى، مو أن القرآن عرض ل70% من المعارف ويكملها. بعبارة ثالثة، بمعنى أن القرآن ناقص ونقصه يكمله من؟ النبي الأكرم. لا، ليس الأمر كذلك. نعم، هذا القرآن يحتاج إلى لسان، إلى من يفهم لسان القرآن، إلى من يفهم نطق القرآن. القرآن ناطق كما قال. ناطق كأمير المؤمنين يقول، ناطق لا يعيا لسانه أبدا، دائما هو ماذا؟ ناطق، ناطق ده ينطق، ولكن من يفهم نطق القرآن؟ يحتاج إلى ترجمة، يحتاج إلى من يفهم القرآن. ومن هو القرآن الكريم؟ أول ما وضع يده قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مو الرسول صلى الله عليه وآله دا يضيف شيئا غير موجود في القرآن أبدا. لا، هذه المعارف كلها أين موجودة؟ في القرآن، ولكنه نحتاج إلى من يبينها لنا. ثم قال لنا في آية أخرى، قال: ما آتاكم الرسول فخذوه. قبل قائلا أن يقول:
الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله موجود في القرآن. لماذا يقول القرآن يقول لنا ما آتاكم الرسول في بيان هذا القرآن؟ أحسنتم، ما آتاكم الرسول يعني أن النبي توجد عنده بيانات أنت بمفردك تستطيع أن تأخذها من القرآن أو لا تستطيع. لا تستطيع، فاسألوا أهل الذكر. أحسنتم، هنا يأتي دور النبي صلى الله عليه وآله ليبين معارف القرآن. إذن عندما قالت الآية ما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه هذا البيان إذا عزلنا القرآن على النبي وقعا نستطيع أن نتبين حقائق القرآن أو لا نستطيع. نعم. ومن هنا جاء التأكيد أن للنبي دور الواسطة ودور المبين. أحسنتم سماح سيدو، هذا هو دور المعصوم عموما. إذن يبدو أن الاتصالات موجودة ونقف عند هذه النقطة. بعد ما انتهينا دكتور. نعم. إذن الأخ يقول أجيب. نعم. إذن فاصل ونستقبل أعزائي المشاهدين اتصالاتكم، ننتظركم بعد الفاصل فانتظرونا. لبيك رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله نرحب بكم مشاهدنا الكرام مجددا، ونرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. إذن من الآن أعزائي المشاهدين نستقبل ما لديكم من اتصالات واستفسارات. نعم سماحة السيد، ذكرتم أن لديكم شاهدا في هذا الخصوص. نعم طيب. نحن عندما نرجع إلى الإمام أمير المؤمنين، أولا أمير المؤمنين بيّن أنه القرآن هو المرجعية الأولى والأخيرة. نعم. ولكن تجدوه في خطبة أخرى وهي الخطبة 91 من نهج البلاغة، يعني في صفحة 125، هناك انظر ماذا يقول سلام الله عليه. يقول: فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب. نعم. هذا محل الشاهد، أنا بيودي أن المشاهد يلتفت. نعم. وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره. أحسنتم، إذن التوضيح والبيان. أحسنتم. نعم. إذن التفتوا، نفس أمير المؤمنين الذي قال بأن المرجعية الأولى والأخيرة هي القرآن. نعم. نجد هنا دخل على الخط ماذا؟ السنة، سنة وأئمة الهدى. أحسنت. هذا التلازم جيدة. سمح السيد معنا الأخ. نعم. إذن انقطع الاتصال. أخ علاء من العراق، بإمكاني أن يعاود الاتصال. نعم سمح سيد واصل. نعم. إذن على هذا الأساس فكل إذا لم يكن لا في الكتاب ولا في السنة النبي ولا في بيانات أئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه، فإن ذلك هو منتهى حق الله عليك. يعني ماذا؟ يعني الكتاب وبيانات النبي وأئمة من؟ وأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب، إذا اتضحت هذه الحقيقة وهي أنه يوجد عندنا القرآن هي المرجعية الأولى والأخيرة، وعندنا بيانات من لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. هنا يبدأ النزاع دكتور الأساسي. أحسن. وهو أنه ما هو طريقنا لفهم القرآن، وما هو طريقنا للوصول إلى بيانات الرسول التي تبين القرآن؟ ما هو الله الطريق؟ عليه. نعم. أحسنتم، هنا نحتاج إلى دليل. أي المدرستين أولى بالاتباع؟ نعم. نحتاج إلى طريق. هذا نعم. الطريق، أتباع مدرسة أهل البيت قالوا من؟ قالوا علي وأهل بيته. الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا الصحابة. قالوا الصحابة. إذن النزاع مو أنه في السنة، في السنة هم يقبلون سنة رسول الله ونحن نقبل سنة الآخرين. لا لا، الحديث ينصب أين؟ في الطريق إلى فهم القرآن، يعني المرجعية لفهم القرآن الكريم، المرجعية لبيانات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لتبين للناس ما نزل إليهم. هم قالوا نرجع إلى الصحابة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم. نعم. ولذا قالوا بسنة ماذا؟ بسنة الصحابة. ولذا قالوا بعدالة الصحابة. ولذا نجد الآن المدارس الحديثة تؤكد على أن فهم الصحابة هو الحجة. يعني الصحابة ماذا فهموا من القرآن؟ هو الذي يكون حجة علينا. هم يقولون
الصحابة ماذا فهموا من حديث رسول الله؟ هو الذي يكون حجة علينا. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا لا، أن الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله لم يرجع إلى الصحابة، وإنما أرجع لمن؟ أحسن، أرجع للعترة. فتح بابا معينا وواضح، فتح بابا خاصا. أحسنتم. سمح السيد معنا الأخت مها من لندن. نعم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أنظر لغويا إلى كلمة إمامة. نعم. وخلافة. الخلافة من الخلف والإمامة من الأمام. نعم. يعني حتى من ناحية لغوية، وكأن المصطلحين الخلافة يعني هي تماما توازي كلمة إمامة، لا يلتقيان. أما وكأن يعني وكأن الناس يصلون. الخلافة أن يخلف، يعني جاء الإمام ومن يأتي بعده فهو خليفة، وليس إمام ثاني وإمام ثالث وإمام رابع. هذه يعني ملاحظتي من ناحية لغوية في استخدام كلمة خلافة وإمامة. أما من ناحية يعني منطقية، فيعني لو نظرنا إلى الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية، نجد أن بني إسرائيل إلى الآن لا يضعون إماما في أمرهم، يعني ينتخبون انتخابات حرة وديمقراطية، مع أنهم يدعون بأنهم من نسل 12 سبط إسرائيلي وينتمون إلى الأنبياء. والمسيحيون عيسى بن مريم لحكمة من عند الله ربما لم ينجب، حتى لا يمكن أن يكون من نسله أي إمام. إذن نحن وجدنا الإسلام أمامنا في شخص سيدنا محمد، ونقول في الإمامة الآن. يعني كلمة إمام، هل يجب أن يكون الحاكم إماما؟ يعني يفترض في الحاكم التقوى والصلاح والعدل، فأرجو أن توضح لي لماذا يجب أن يكون إماما. نعم. والآن وصلت. لا يوجد إما الآن. نعم أحسنتي أحسنتي. نعم وصلت الفكرة. شكرا شكرا لأخت مها. طيب نعم، إذن الذي نفهمه من سؤال أخت مها سماحة السيد. لا، أكو في سؤال الأخت مها يعني نقطتين. أولا أنه ذهبت إلى مسألة الحاكمية، ونحن بعد لم نتعرض لا لمسألة الحاكمية، ولم نقل أن الحاكم لابد أن يكون إماما. هذا استباق للأبحاث، وأرجو الأخت الكريمة والمشاهد الكريم أنه تكون الأسئلة مرتبطة بمحل البحث. طيب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا لم أعرض لعنوان الخلافة حتى أنه يدخل الخلافة على الخط، ثم ما استفادته لغويا استفادة خاطئة، لأن الخلافة ليست أنه شخص يخلف شخص آخر، إنما سمي الإمام خليفة لأنه خليفة الله في أرضه. إذن هو من جهة إذا نظر إليه بالنسبة إلى الله فهو يخلفه، يأتي ماذا؟ يأتي خليفة له. أما عندما ينظر إلى الناس فهو خليفة لهم أو إمام لهم. إذن هذان بعدان لا تنافي بينهما ولا 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 منافات، وإنما الخلافة تشير إلى الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، والإمام إنما تشير إلى إمامة ماذا؟ إلى نعم. إمامة نعم. الناس. فلا يوجد هناك سمح سيد. نعم كأنها تشير إلى الفرق بين اصطلاح خليفة على أي حاكم وفرق بين الإمامة. أحسنتم. وإحنا أولا هذا مو حديثنا، وثانيا نعم. أنه لا تنافي. قالت لا يوجد التقاء بين الإمامة وبين الخلافة، لا يوجد التقاء كامل، لأن الخلافة في بعد والإمامة نعم. في بعد آخر. أحسنتم. معنا الأخ فرقد من العراق، تفضلوا. نعم تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. تحياتي للسيد كمال الحيدري، وإحنا استوحشناه طبعا هاي الفترة راحت كلش، يعني استوحشناه فترة رمضان اللي بعدها. نعم. بس هناك يعني سؤال وحيد ونقدر نقول إنه مداخلة. نحن قاعد نشوف إنه المطارحة أو الأسئلة اللي قاعد تنطرح بالبرنامج كأنه تبعدنا عن البحث، يعني شو كيف الأفكار سيت إنه قاعد تطرح. يعني نشوف إنه الطرح اللي كان بالحلقات السابقة خاصة في مبحث التوحيد، يعني الفكرة توصل للمشاهد أفضل من إنه نفتح هاي إنه الأسئلة للمشاهدين، كان يكون المحاور أو المثل للمشاهدين هو يعني جنابكم لا أكثر ولا أقل. وأشكركم على حياكم الله. طب نعم نعم، ونحن أيضا نؤكد على أن تكون الأسئلة ضمن المحور حتى لا يتشتت البرنامج ولا يخرج ولا يبعد كثيرا عن أصل الموضوع. نعم سمح السيد. إذن إذن أنا أتصور. نعم. إذا ماكو أسئلة. نعم حتى إذن أنا أتصور أن القضية الأصلية التي لا بد أن يقع الحديث عنها
ويحرر فيها إن صح التعبير محل النزاع جيدا. نعم. ليس أنه الآخرين هم أتباع سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونحن أتباع سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا، الجميع نريد أن نتبع القرآن وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن لبعدنا هذا البعد التاريخي الذي نعيشه، ما هو الطريق للوقوف على فهم القرآن الكريم؟ ما هو الطريق للوقوف على أحاديث وبيانات والروايات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ هم وهذا وشاهدوا على ذلك مصادرهم الحديثية، أنت عندما تذهب إلى صحاحهم وإلى مسانيدهم وإلى مجاميعهم الحديثية والروائية تجدها كلها عندما تنقل عموما عن الصحابة. إذا طريقهم إلى فهم القرآن وإلى حديث رسول الله يمر ماذا؟ يمر من ذاك الطريق. نعم. ولكن عندما تأتي إلى مصادرنا الحديثية، نعم، ومجاميعنا الحديثية تجد في الأعم الأغلب إن لم نقل جميعا تستند إلى من؟ تستند إلى علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا يكشف لك عن حقيقة أساسية مهمة جدا، أننا نريد الوصول إلى القرآن وإلى النبي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله. نعم. ونحن قلنا ونحن نعتقد كمدرسة أهل البيت، نحن نعتقد أن الطريق للوصول إلى معارف القرآن وأن الطريق للوصول إلى معارف النبي صلى الله عليه وآله إنما تمر ماذا؟ إنما تمر من هذا دون لا. أحسنتم، ولأن الرسول قال هسه الآن نأتي بعد. نعم. أحسنتم، الآن ما لدي أستبق الأبحاث. أحسنتم. أقول أن الرسول عين، الآن فقط بدأ أحرر كما. نعم. يلتفت المشاهد. أحسنتم. أنا كان بودي الآن أستند إلى حديث الثقلين أن أقول أن الرسول هو الذي عين، لا لا لا. أحسنتم. أنا أريد أبين الآن لماذا اختلفنا. أحسنتم. معنا الأخ حسن من السعودية، تفضلوا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير، حياكم الله، كيف حالكم سيدنا؟ مرحبا بكم، الله يسلمكم. هو السؤال الآن اللي يسأله الطرف الثاني دائما مع أهمية الإمامة في الإمام علي مثلا، ليش ما ذكر في القرآن مثلا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ نعم. يعني دائما هذا الطرف الثاني يسأل السؤال هذا، لماذا أهل البيت مثلا على أهمية الإمامة ليش ما طرحت في القرآن؟ نعم. بأسمائها. وصلت الفكرة. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله ذكرهم في الروايات والأحاديث. نعم. ولكن يسألوا هالسؤال دائما. وصل الدعاء. حياكم الله. حياكم. نعم. الله. نعم وصلت الفكرة. نعم إن كان هناك اتصال آخر. نعم. إذن شوف هذا السؤال أنا أيضا السميح الأخ المشاهد الكريم عذرا، الآن أنا لا أجيب على هذا السؤال. لماذا؟ باعتبار أنه إحنا إلى الآن لم يثبت لنا، أنا من الناحية البحثية أتكلم، من الناحية العلمية أتكلم، إلى الآن من الناحية البحثية نحن لم نثبت أن القرآن جعل الإمامة أصلا من الأصول الإيمانية أو لم يجعلها، وإذا جعلها هل أن عليا سلام الله عليه مشمول لهذه الإمامة القرآنية أو غير مشمول؟ نحن إذا قلنا بعد ذلك أثبتنا أن الإمامة أصلا من الأصول القرآنية وأن علي يمثل هذه الإمامة في 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 زماننا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي هذا التساؤل وهو أنه لماذا لم يذكر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم؟ فقط أكتفي بهذا الجواب كما يعبر أهل الإصطلاح بالجواب النقضي. نحن بهذا البيان الذي بينا لكم، نعم، اتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وآله له مرجعية لفهم الدين ولفهم القرآن بنص قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. جيد. إذن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله ضروري الاتباع أو ليس ضروري الاتباع؟ نعم. أنا لا أتصور أنه يوجد مسلم يقول أنه ما يقوله الرسول ليس ضروري الاتباع. أحسنتم. نعم. سمح سيد، معنا السيد أحمد من باكستان، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. سيدنا عندي سؤال، يسألون أنا أهل السنة من باكستان سؤال، لماذا ما جاءت أسماء الأئمة في القرآن بالصراحة؟ نعم نعم. إذن أحسنتم، هو كالسؤال السابق. نعم أحسنتم. شكرا جزيلا. نعم. حياكم الله. نعم إذن هو كالسؤال السابق. نعم.
لماذا لم تذكر أسماء الأئمة عليه يعني السلام؟ أنا ما أدري دكتور قد هو أكو وقت حتى نعم الظاهر أن الوقت قليل سمحت جدا يعني لعد إذن أنتم هذا سجلوه من الأسئلة اللي إحنا نعم سوف نأخذ الأخ صبحي سمحت نعم في هذا الوقت سجلوه هذا من الأسئلة التي لم نجب عليها نعم أخ صبحي بلي. تفضلوا نعم تفضلوا نعم نسمعكم تفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله موضوعنا الشتمة السنة هو قانون قانون إلهي ما يصير تقول سنة الله وسنة الرسول هذا أولا ثانيا الإمامة هو من الإيمان الكثرة الإيمان هو إمامية ومن ذرية الحسن والحسين يصيرون إمام فالقرآن مو مخلوق أما كل شيء فيه هو المخلوق القرآن تبيان فشنو كلامكم بها نعم طيب وإن كان خارج يعني قضية نعم. لم أفهم نعم عذرا سماحة السيد معنا الأخ حمزة من العراق تفضلوا نعم تفضلوا أخ حمزة تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلوا كيف حالك سيدنا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم تفضلوا نعم تفضلوا سيدنا ليش لا تجينا للعراق طيب إذن نعم أحسنتم طيب هذا إن شاء الله الوقت قليل جدا نعتذر الأخ حمزة سؤاله لماذا لم تأتوا إلى العراق طيب سمح السيد بقي لنا دقيقتان من الوقت يعني في الواقع بأنه كما ذكرت في المقدمة أنه أنا بودي أن المشاهد الكريم وكما هي كانت بعض المداخلات أنه لو يعطى للبحث وقت أكثر مما يعطى وقت للمداخلات وللأسئلة يظهر أنه كثر من الأسئلة هي أسئلة متفرقة مو نعم. مرتبطة بصلب نعم. البحث مباشرة ولذا نحاول إن شاء الله تعالى نعم. في الأسابيع القادمة أنه واقعا أولا نبلور بحث الإمامة أكثر حتى تكون هذه الأسئلة أنا أتصور عندما سوف نبلور هذا البحث بشكل أوضح نعم. الأسئلة أيضا أو بعض هذه الأسئلة يجاب عليها بشكل ضمنا ستكون بل ستتضح يعني ربما إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سمح السيد يسأل السائل يقول قبل أن تدخلوا في موضوع أصل الإمامة في القرآن يريد أن يعرف الإمامة ربما الإمامة ماذا يراد بها نعم هذه نعم. الإمامة التي واقعا أحسنتم هذا اللي أنا قلت في أول البحث نعم. أنه القضية الأصلية هي هو أنه أساسا لابد أن نعرف القرآن الكريم أصلا عرض لهذا الأصل القرآني أو لم يعرف أحسنت قد نعم. يقول قائل كما هو الاتجاه الآخر والرأي الآخر يقول أحسنت. أنه لم يعرض لهذا الأصل أحسنتم. إذن لابد الوظيفة نعم. الأولى أن نثبت هذا أحسنتم. الأصل أحسنتم شكرا جزيلا شكرا لكم سماحة السيد مشاهدي الكرام أشكركم وأشكر باسمكم سماحت آية الله سيد كمال الحيدري وإلى اللقاء في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم سماحت وشكرا سيد. لكم حياكم الله